السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبابنا الكرام. إن شاء الله النهاردة يا جماعة نتكلم عن موضوع يعتبر بعيد عن نشاط القناة أو بعيد عن الدروس اللي احنا بنقدمها في القناة، لكن أنا حبيت أشارك معاكم الموضوع ده نظرا للأهمية اللي أنا بصراحة شايفها كويسة فيه. موضوع النهاردة يا جماعة هو بيتكلم عن فكرة مشروع أو فكرة ثلاث مشاريع في مشروع واحد بس، وفي نفس الوقت بدون تكاليف أو ممكن يكون أقل تكاليف نحطها في المشروع ده. بالعربي كده زي ما بنقول مشروع ثلاث مشاريع في مشروع واحد من الهواء، أو ثلاث مشاريع في مشروع واحد يعتبر ببلاش. ببلاش يعني التكلفة فيهم هتكون قليلة جدا. ايه فكرة الثلاث مشاريع اللي احنا هنتكلم فيهم، وازاي هنقدر نعمل الثلاث مشاريع ومشروع واحد؟ ده باذن الله هيكون موضوع الحلقة اللي هندردش فيها. اي اضافات في الفكرة اللي هتكلم فيها او اي افكار جديدة هنضيفها على الفكرة دي نقدر ان احنا نتكلم فيها، وتقدر ان انتوا تشاركونا فيها بحيث ان احنا ندرسها من كل ناحية. مشروع النهاردة يا جماعة اللي هتكلم فيه، او الثلاث مشاريع اللي هتكلم فيهم النهاردة، هو مشروع عبارة عن يعني الأساسيات بتاعته تربية بط، تربية سمك، وتربية أزولة أو زراعة الأزولة. إزاي نعمل الثلاث مشاريع دي، وإزاي أساسا نعملهم بدون أي تكلفة؟ حضرتكم في الفيديوهات اللي فاتت شفتوا معايا الجوبيا دي يا جماعة. بصراحة لما استخدمتها مرة واثنين وثلاثة لاحظت عليها حاجة، لاحظت انها بتجيب كمية اسماك صغيرة، وده هنشوفه برضو النهاردة وهوريه لكم فيديو. الجوبيا دي بتقدر تجيب كمية اسماك صغيرة كتيرة جدا، يعني ممكن خلال ساعة واحدة بس تطلع لك اكتر من حوالي 200 او 250 بلطية صغيرة او زريعة صغيرة لسه عمرها صغير. بمجرد ان انت تحط رغيف عيش فيها وتنزلها المية بتقدر ان انت تجيب اعداد كبيرة قوي من الزريعة دي. طيب الزراعة دي ممكن ازاي نستفيد بيها، ازاي نستفيد من الزريعة اللي ممكن الجوبيا دي توفرها لينا ونستغلها استغلال صح. حضرتك لو متوفر عندك اي ارض، اي حتة ارض زراعية قريبة من مصرف، او تقدر ان انت توفر مصرف جنب الارض الزراعية دي، فتقدر ان انت تستغل الزريعة دي في تربيتها في المصرف ده. تقدر ان انت لو انت ما عندكش اي حتة ارض فتقدر ان انت تأجر حتة ارض تبني عليها المشروع بتاعنا او الثلاث مشاريع اللي احنا هنعملهم. ايجار الارض يا جماعة يعتبر شبه مش مكلف. الاراضي الزراعية ممكن الايراد الواحد تكلفته او ايجاره السنوي ما بيعديش 300 ل 400، وكمان المية يعني المصارف المائية بتكون متوفرة قريبة منه جدا. يبقى حتة الارض اللي هنأجرها الايراد ممكن نصرف عليه خلال السنة كلها من 300 ل 400 جنيه. الإيراد ده لو مش متوفر جنبيه مصرف هنزرع فيه، لو مش متوفر جنب الأرض ديت أو أرض زراعية اللي هنأجرها مصرف هنزرع فيه السمك، أو هنجيب السمك الزراعة دي ببلاش من المية بالجوبية ونحطها فيه، ممكن إن احنا نعمل مصرف صغير بعرض متر وبطول الأرض بتاعتنا اللي معانا اللي متوفرة معانا، ونعملها ان هي زرعة. لو موجود مصرف ومتاح مصرف يبقى نقدر ان احنا في الخلال او في المساحة بتاعة الارض بتاعتنا نقدر نعمل شبك من اول الارض بتاعتنا في المصرف ده لحد اخر الارض بتاعتنا، نعمل شبك بحيث ان احنا نمنع الزريعة او نمنع السمك انه يعدي منها، وفي نفس الوقت ما نمنعش المية عن بقية المصرف انها تمشي. بقى كده المية هتبقى ماشية في المصرف عادي، بس في نفس الوقت هنبقى عاملين حصر للسمك في المنطقة اللي هي بتاعة الارض بتاعتنا. طيب ايه اللي ممكن ندخله كمان في الموضوع ده؟ هنقدر ان احنا ندخل في مساحة المصرف ده او في مساحة البركة اللي احنا نعملها جنب الارض دي هنقدر ان احنا نزرع فيها الازولة. وزراعة الازولة يا جماعة تعتبر من اقوى واكبر المشاريع الحديثة اللي بيتم زراعتها دلوقتي. طب الازولة دي هتفيدنا بايه في المشروع بتاعنا؟ الازولة دي هتعتبر طرف تاني للمشروع، يعني احنا هنربي سمك وهنزرع ازولة في المية، الازولة هتعتبر طرف تاني للمشروع. تاني حاجة هي تعتبر عليها عوامل كبيرة جدا لتربية السمك، لان احنا مش هنحتاج نحط اكل للسمك ده في المية. السمك بمجرد وجوده في المية وزراعة الازولة على وش المية، الازولة ده عبارة عن نبات مائي جذوره
بتطفو على وش الماء زي عدس الماء وزي ورد النيل بالظبط. بس ميزة الأزولة إنها نسبة البروتين فيها بتعدي حوالي 25% أو 30%، ده غير الألياف الموجودة فيها وغير العناصر الطبيعية التانية. يبقى كده هنقدر إن احنا نوفر للسمك بيئة يتربى عليها، بيئة تخليه يعتبر من أنظف اللحوم، يعني حتى اللحوم بتاعة السمك نفسها اللي بتتربى على الأزولة أو على نبات الأزولة اللي بتتغذى عليه يعتبر من أطعم أنواع الأسماك اللي ممكن تاكلها في حياتك، وبتختلف اختلاف كلي عن المزارع الأسماك اللي بتشتغل على الأعلاف وعلى بقايا الفراخ والدواجن. يبقى أنت كده هتشتغل نظيف، هتعمل مشروع بدون أي تكلفة. الأزولة هنجيبها إزاي؟ الأزولة دي يعتبر علف دائم مدى الحياة، انت بتشتريه مرة واحدة في العمر بقيمة 100 جنيه او 150 جنيه البذور بتاعته او كمية بسيطة منها، وبتحطها في المصرف بتتضاعف يوميا الضعف، يعني خلال شهر واحد انت ممكن تلاقي المصرف بتاعك ده مليان أزولة. خلال شهر واحد واقل من شهر ممكن تلاقي المصرف بتاعك ده مليان أزولة. طب الأزولة بتتغذى على ايه او ايه اللي بينشط الأزولة انها تكبر؟ الأزولة بتتغذى على الفضلات بتاعة السمك نفسه، يعني السمك بياكل الأزولة، الفضلات بتاعة الأزولة بتاعة السمك بتغذي الأزولة. يبقى انت كده عملت مشروع متكامل وفي نفس الوقت بيصرف على نفسه من نفسه. انت مش هتحط اكل بعد كده، مش هترمي علف بعد كده، مش هتدفع مصاريف تانية بعد كده. يبقى انت كده دفعت، جبت الارض يا دوبك هتدفع لها ايجار سنوي يعتبر كلام فاضي، مش حاجه كتيره. جبت الجوبيا، سعر الجوبيا دي يا جماعه بحوالي 50 جنيه، هي في شركات بتبيع على النت ب 150، دي سعرها 50 جنيه بس. لو جبت لك 3 4 هتقدر تجيب اكتر من 1000 زريعه في يوم واحد خلال ساعه واحده، دي بتجيب لك من 150 ل 200 بلطيه صغيره، بتجيب لك من 150 ل 200 بلطيه صغيره. 3 جوابي من دول ب 150 جنيه بتشتريهم خلال يوم واحد تقدر تجيب 1000 بلطيه. والكلام ده انا بقول لك هخليك تشوفه بعينيك دلوقتي. ان شاء الله نكمل كلامنا ونكمل الكلام على الفكره بتاعتنا وهوريكم كل حاجه عملي. يبقى انت كده هتصرف في ثمن الكوبيات 150 جنيه، هتجيب 3 كوبيات تحطهم في اي مصرف قريب من الارض اللي انت هتاخدها، هتطلع بها الزريعه، هتطلع بها البولت الصغير، هتشيله من الجوبيا تنقله عن طريق ميه او عن طريق اكياس مليانه ميه وتروح تحطها في المصرف بتاعك. خلال يوم واحد هتكون رامي في المصرف ده 1000 سمكه. السمكه هيتغذى على الازوله اللي هتزرعها. الازوله هتجيبها مين؟ من اي مركز بحوث زراعي. هتروح له وتقول له انا عايز زريعه ازوله ب 150 جنيه او 200 جنيه، هترميها في المصرف، خلال شهر واحد يكون المصرف ده اتملى ازوله. هي بتتكاثر ذاتيا والتكاثر بتاعها سريع جدا، ولو بحثت على فيديوهات ليها هتلاقيها متوفره كتيره جدا على النت. دي حاجه. الحاجه الثالثه، طب ايه المشروع الثالث اللي ممكن ندخله مع المشروعين دول؟ المشروع الثالث ان انت ممكن ان انت تستغل المنطقه دي او المكان ده في تربيه البط. تقدر ان انت تجيب حوالي 300 بط او 500 بط من البط البكيني الفرنساوي. البط عمر يوم بتتباع ب 2 جنيه، يعني لو جبتها عمره مثلا اسبوعين يعني تكون خلصت اكل او اعتمد على نفسها وخلصت اكل العلف او التكلفه بتاع العلف اللي هي البدائيه في اول اسبوع ونص. لو جبت البطه واحده ب 10 جنيه تجيب لك 200 بطه وتحطهم في الارض ديت. هتبدا البط دوت خلال الفتره دي او في الوقت اللي هي هتوصل ليه للعمر ده، البطه دي هتقدر تاكل الازوله، تقدر تنزلها في المصرف ده وتتغذى برضو على الازوله اللي هي هتتكاثر ذاتيا. يبقى انت كده الازوله استفدت منها انها غذاء وتعليف للسمك، استفدت منها انها هتبقى مصدر غذائي للبط اللي هتجيبه هتزرعه في المكان. يبقى انت كده عملت 3 مشاريع من الهواء، 3 مشاريع يعتبر ما فيش فيهم اي تكلفه. ان شاء الله باذن الله، عشان ما اطولش في الشرح وعشان ما اطولش عليكم في الكلام، هوريكم دلوقتي عملي ازاي الجوبيا دي يا جماعه بتجيب بولت صغير نقدر ان احنا نستغله في المزرعه اللي احنا هنعملها وفي حته الارض اللي احنا هنربي فيها معاها بط يتغذى برده على الازوله اللي يعتبر في النهاية أو خلال 3 شهور أو 4 شهور فقط، خلال 4 شهور فقط من عمر المشروع ده هنقدر نوصل لبولتي أحجام بولتي تتعدى الربع كيلو، يعني 1000 بولتية ممكن يصفوا معانا في نهاية الدورة ل 250 كيلو بولتي. طبعا أي مشروع يعتبر أصعب شيء فيه هو تكلفة العلف، لكن احنا دلوقتي بنعمل 3 مشاريع في مشروع واحد بدون أي تكلفة. الأزولة هتوفر معانا غذاء للسمك، هتوفر معانا أكل للبط.
نقدر ان احنا نساعد بعد كده، نساعد مثلا بدشيش، بعيش ناشف ونكسره على الدشيش، يعني يعتبر هتبقى مساعدات بسيطة بحيث ان نعمل معانا اوزان البط او نعلي معانا اوزان البط، وفي نفس الوقت نقدر ان احنا نحط من العيش المكسر ده برضو نرميه كعلف او كأكل للسمك، السمك برضو بياكله وبيتغذى عليه. يبقى احنا كده يا جماعة اصبحنا قدام مشروع متكامل او 3 مشاريع في مشروع واحد، ونقدر ان احنا نوصل لارباح جميله جدا خلال 4 شهور. وباذن الله هعمل لكم دراسه جدوى للفكره دي وللمشروع ده، واعرفكم ازاي هتقدروا تكسبوا مبالغ كويسه جدا في خلال فتره الصيف. المشروع ده يا جماعه مشروع صيفي، ما ينفعش نعمله في الشتاء. الازولا نبات صيفي او بيتكاثر بسرعه في الصيف وبيحتاج رعاية تانية مختلفة في الشتاء، فمش هينفع، هو مشروع صيفي. زريعة السمك بنقدر برضو نحصل عليها بالكوبيا دي كتيرة جدا في الصيف، وفي نفس الوقت البط هنقدر ان احنا نربيه في اماكن مكشوفة في الصيف احسن من الشتاء. يبقى كده ال3 مشاريع دول يا جماعة هيتعملوا في الصيف، معانا 6 شهور في الصيف او 7 شهور في الصيف نقدر ان احنا نظبط فيهم مشروع زي ده، ونقدر ان احنا نعمل دورتين فيهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وخليكم معانا لاخر الفكرة. شوفوا يا جماعة ده بعد ساعة ما حطينا الجوبيا في المية، شايفين كمية السمك الزريعة الصغيرة قد ايه؟ شوفوا، شايفين يا جماعة خلال ساعة واحدة اكتر من حوالي 500 او 600 زريعة. هنرميهم الاول في المية يا جماعة، نرجعهم تاني كده، احنا بنرجعهم تاني المية عشان حرام عشان ما يموتوش. بس احنا بنعرفكم ازاي جوبيا واحدة بس بتقدر تجيب باكتر من حوالي 500 او 600 سمكة زريعة صغيرة نقدر ان احنا نستفاد بيها في المشروع، في فكرة مشروع اللي بكلمكم عليه بتاع النهاردة. بسم الله. طلع الاستاكوز دي، طلع طلع بترماش الجوانا. شوفوا يا جماعه كميه الزريعه دي، زي ما وريت حضراتكم دلوقتي على ارض الواقع ازاي نقدر ان احنا نعمل 3 مشاريع متكاملين في مشروع واحد، عن طريق لو جبنا 3 جوابي من ديت نقدر ان احنا نجيب اكتر من حوالي 1000 سمكة في اليوم، 1000 سمكة من السمك ده، ونقدر نحطهم في المزرعة بتاعتنا او في المصرف بتاعنا اللي هنعمل فيه المشروع. وخلال 3 شهور او 4 شهور فقط السمكة الواحدة لو عملت حوالي 200 جرام بعد التغذية بتاعتها على الأزولة، على علف الأزولة اللي هنزرعه في المية، فنقدر إن احنا نحصل في النهاية على حوالي 200 كيلو سمك. في نهاية المشروع لو السمكة الواحدة عملت 200 جرام هنقدر إن احنا نحصل في الآخر على 200 كيلو من السمك البلطي ده. شكرا يا جماعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.